فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم نبه رحمه الله إلى أن المتشبه بهؤلاء، المتشبه بالمغضوب عليهم، والمتشبه بالضالين، والمتشبه بالأميين وأهل الجاهلية وفارس والروم، قد يكون مغفورا له الحمد لله، إما لاجتهاده لأنه لم يتعمد المشابهة بل ظن أن هذا الشيء مباح وأنه شيء طيب، ولو علم ما فيه من الشر لتجنبه، فهذا يغفر له خطأه، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا فعله وهو لم يتعمد هذا الشيء وإنما ظنه مباحا وظنه جائزا، ثم لما تبين له أنه خطأ تركه، فإن الله يغفر له ما سبق. نعم، الحمد لله. قال: أو لحسنات محت السيئات، أو يكون عالما بأنه خطأ وأنه لا يجوز ويكون هذا معصية، يكون تشبهه بهم مع علمه بتحريم ذلك يكون معصية، لكن قد يغفر الله هذه المعصية بما له من الحسنات العظيمة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصغائر تكفر بأمور، منها اجتناب الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها أداء الفرائض، فإن أداء الفرائض يكفر الصغائر كما في هذه الآية الكريمة، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وكما جاء أن الحج يكفر ما قبله من الذنوب، وأن الحاج إذا حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.